انا وجور بينا كان توم في محلات ترك بالمدرسه، تركت انا معه، رجعنا رحنا على معهد بس تركت معه. نحن كنا على طول كل دقيقه مع بعض، هلا نهار اللي بيجي على فوج الاطفال كان بس الوقت نتفرق عن بعض. وهيك انا عندي رده فعل ايام عصبيه وبشتم وهيك، لانه هالقد انا بحس حالي انه يا وحيد او مكسور ولا خيي. تعيش حياة طبيعية مثل الكل، صرت عيش حياة اللي هي بس أربع أيام، أيام بسمع ناس إنه أوكي بس ليش هالقد عم تعمل، مش أول حدا بصير انفجاري، خي نحن حرين، نحن هالقد بنحب بعض، هالقد نحن كنا متعلمين بعض، هالقد أنا بدي أعمل. بس نحن بنعرف إنه ولا حدا بريشق شجرة يابسة، إنه لو مش عم نعمل شيء محل منيح مش رح يتعاطوا معنا، لو مش عم نأثر بمحل بحكينا عم نجرب محل نوعي الناس انه لا شوفوا اللي صار ممنوع يقطع، مش رح يتعاطوا كانوا معنا. انه اقل كلمه ملحك بخيك، في شيء مش احكي لانه يهيني شخصيه، بس بدي اقول شيء انه انا اول فتره كنت انزعج كثير، كنت هيك احبط يمكن شوي، بس هلا اليومين خلص بالنسبه لي تعودت. كنت بتطلع هيدا السوشيال ميديا عالم مفتوح للكل، اللي قاعد ورا التليفون يحكي اللي بده اياه اخر همي، انا بيني وبين خيي بعرف انه ضميري مرتاح بيني وبينه، غير هيك مش هممني وراي حدا صراحه. هي مسؤوليه علي، مسؤوليه على اهلنا، مسؤوليه على لبنان كله يبين هالحقيقه اللي صارت، احسن ما يرجع يصير في حدا تاني مثلنا، نحن ما حدا يكون فكرنا مبسوطين انه نحن عم نطلع ونحكي ونعيط ونسب، نحن كنا عايشين حياة طبيعية ومرتاحين مع بعضنا، نحن مجبورين نعمل هول، لأن لو في قضاء طبيعي أنا بروح بقعد ببيتي، مش قضاء بخبرني هيك 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 صار مع خيي، بس أنا ما فيش قضاء طبيعي، مجبورين نعمل هول كلنا تنوصل المحل. هون فوج الإطفاء أكثر شيء، هلا بنعمل مركز لأهالي الشهداء مثل غرفة صغيرة، تصير نحن كأهالي نجتمع فيها. وبين هون وبين العدلية على المرفأ على طول بروح اجملها كل يوم او كل يومين، كل شيء بخص اربع ايام، حيلا شيء بنعمل، حيلا شيء بنحكى هون، حيلا شيء ما بعرف اي تعليق اي شيء نلاحقه، فهلا بس رح جو اكيد مش رح اترك بلدي اللي بقدر وياه باصعب الظروف وروح سافر، مستحيل، بعدين نحن كيف بدنا نسافر؟ نحن يعني خسرنا كل شيء كرمال هالبلد، اذا بنسافر بكونوا هن ربحوا علينا، لا بدنا نبقى ونجرب نحسن اذا الله راد، ان شاء الله بنوصل اكيد.